نروح جايين يلا نقلين دول تي كابيتال جي كابيتال، اكتبه في الاول هنا اهو تي كابيتال جي كابيتال، اتاكد انت بتكتب كله صح. تي كابيتال كابيتال جي سمول، بعد كده تي سمول جي كابيتال، بعد كده تي سمول جي سمول، تي سمول جي سمول، وبعد كده دول انقلهم هنا يبقى تي كابيتال جي كابيتال، اللي هم هيبقوا نفس دول يعني تي كابيتال جي سمول، تي سمول جي كابيتال، تي سمول جي سمول، تمام كده. طيب وبعد كده نبدأ نملي يلا هنا الأول مع الأول والتاني مع التاني، يبقى تي كابيتال تي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال، نعمل بقى على طول على السن انتوا عارفين تي كابيتال تي كابيتال جي كابيتال جي سمول، يعني نقدم الكابيتال على السمول زي ما احنا متعودين، تي سمول تي كابيتال يبقى تي كابيتال تي سمول جي كابيتال جي كابيتال، تي كابيتال تي سمول تي كابيتال يبقى تي كابيتال تي سمول، وهنا جي كابيتال يبقى جي سمول، يبقى جي كابيتال تتقدم على جي سمول، بعد كده تي كابيتال تي كابيتال جي كابيتال جي سمول، بعد كده تي كابيتال تي كابيتال، بعد كده جي سمول جي سمول، بعد كده تي سمول تي كابيتال يبقى تي كابيتال تي سمول جي كابيتال جي كابيتال جي سمول، جي كابيتال جي سمول، بعد كده تي سمول تي كابيتال يبقى تي كابيتال تي سمول جي سمول جي سمول، يبقى جي سمول جي سمول، بعد كده تي كابيتال تي سمول جي كابيتال جي كابيتال، تي كابيتال تي سمول جي سمول جي كابيتال، يبقى جي كابيتال جي سمول، جي كابيتال جي سمول، بعد كده تي سمول تي سمول، بعد كده جي كابيتال جي كابيتال، بعد كده تي سمول تي سمول جي سمول جي كابيتال، يبقى جي كابيتال جي سمول، بعد كده تي كابيتال تي سمول، بعد كده جي كابيتال جي سمول، بعد كده تي كابيتال تي سمول، بعد كده جي سمول جي سمول، بعد كده تي سمول تي سمول، بعد كده جي كابيتال جي سمول، بعد كده تي سمول تي سمول، جي سمول جي سمول، يبقى اخر واحدة دي لازم كلها تطلع سمول. طب يلا نفرغهم، اللي اوله كابيتال في الصفتين واحد واحد كده، واحد كده اتنين تي كابيتال جي كابيتال، تلاتة تي كابيتال جي كابيتال، أربعة تي كابيتال جي كابيتال، خمسة تي كابيتال جي كابيتال، ستة تي كابيتال جي كابيتال، سبعة تي كابيتال جي كابيتال، تمانية تي كابيتال جي كابيتال، لأ ده دي مش تي سي مش تي كابيتال آسف، يبقى دي مش تبعنا، دي مش تبعنا، يبقى كده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تي كابيتال جي كابيتال، دول اللي تبعنا، يبقى كده تسعة، كده تسعة، تمام. طيب يبقى كده تسعة طويل، بما ان الاولاني تي كابيتال يبقى طويل، وجي كابيتال يعني اخضر، يبقى طويل اخضر. طيب بعد كده ادور على طويل بس اصفر، يبقى تي كابيتال هتبقى تي كابيتال جي سمول، تي كابيتال جي سمول، ادي كده واحده تي كابيتال جي سمول، اتنين تي كابيتال جي سمول اهي، ادي كده تلاتة، يبقى تلاتة طويل برضو بس ايه اصفر لان جي سمول. بعد كده ادور على قصير بس اخضر، قصير ايه اخضر، قصير يعني تي سمول واخضر جي كابيتال، اللي هي دي اللي احنا كنا اتلخبطنا فيها واحنا بنعدلها، ولا يبقى دي، يبقى قصير اخضر تي سمول جي كابيتال، قصير اخضر تي سمول جي كابيتال، قصير اخضر، يبقى تلاتة، يبقى تلاتة قصير اخضر، ويتفضل اللي هي اخر واحدة دايما هي اللي هي بتبقى واحد قصير اصفر، الاتنين في بيبقوا صفتين متناحيتين، ماشي. يبقى احنا خدنا الرقم الكبير دايما سائد طويل وسائد اخضر سائد برضو، وهنا الرقم الصغير دايما بيبقى متنحي اللي هو القصير متنحي، والاصفر برضو متنحي في الصفة بتاعته في لون القرن، الاصفر يبقى متنحي متنحي، واللي في الوسط دول واحد سائد متنحي والتاني بيبقى متنحي سائد، فهمنا كده التقسيمة بتاعتهم. يبقى النسبة تسعة الى تلاتة الى تلاتة الى واحد، تسعة الى تلاتة الى تلاتة الى ايه الى واحد لما تيجي تفرقهم في الجدول. طيب نحل اخر مسألة،
بص معايا كده على المسألة ديت، يجي يقول لي ايه؟ يجي يقول لي رقم 11 دي، اشرح على أسس وراثية التركيب الوراثي للأفراد الناتجة عن تزاوج نبات بازلاء قصير الساق أحمر الأزهار هجين. خلي بالك ان اللي كنا بناخدهم قبل كده كانت بتبقى نقي، قصير الساق أحمر الأزهار بس هجين، مع طويل الساق هجين أبيض الأزهار، علما بأنه يرمز لجين صفة الطول. هم هنا بقى مديني الطراز الجين اهو، هنا تي كابيتال وهنا صفة اللون الأحمر ار كابيتال، يبقى هنا هو شرط عليا إن أنا هستخدم دول. طب يلا كده نلخص المسألة دي واحدة واحدة. أول حاجة يا مستر هنيجي اهو، هو قال لي الآباء بتاعتي ايه اللي احنا هندخل بيهم في التزاوج اهم. تاني هي المسألة بيقول لي اهو، بيقول لي نبات بازلاء قصير الساق احمر الازهار هجين، يبقى اول حاجه قصير الساق، يبقى اول حاجه نباته هو قصير الساق. طيب يبقى كلمه قصير الساق دي اول حاجه كتبتها احمر الازهار هجين، اكملها احمر الازهار هجين، الكلمه دي مهمه جدا، هجين او نقي دي بتفرق. طيب هنا مع، بنقول كلمه مع او تزاوج. ها يلا النبات التاني ايه؟ نبات طويل الساق هجين ابيض الازهار، يبقى نبدأ الاول طويل الساق هجين، الحتة دي كده على بعضها طويل الساق هجين، نيجي هنا نقول له طويل الساق هجين، نكمل طويل الساق هجين ابيض الازهار، يبقى الجملة التانية ابيض الازهار اهي، ابيض الأزهار. عرفنا بنلخص مسألتنا ازاي؟ طيب يلا نحل بقى، هنا دي كده اسمها الآباء. طب يلا نترجمها، نترجم بقى الكلام اللي احنا قلنا ده. الآباء دي اللي هي رمزها ايه يا مستر؟ اللي هي رمزها بيرنت بالانجليزي اهي، بي كابيتال بتقيلة يعني، ماشي يلا قصير الساق. وهنا شرط عليا الشروط يا مستر، بص كده معايا في الشروط اللي هو شرطها في المسألة، بيقول لي الطول هنرمز له بالرمز تي كابيتال، يبقى الأسرة يبقى تي سمول، والأحمر أر كابتن، يبقى هنا أستخدم التي والآر. طب يلا هنا قصير، قصير يعني إيه؟ يعني تي سمول. طيب طالما هو سايبها لي كده يبقى نقي، يبقى قصير يبقى تي سمول، تي سمول وأحمر، بس الأحمر هنا شرط عليه إن هو هجين، يعني الأحمر هنا قايل لي آر، الأحمر هنا قايل لي في الاختيارات إيه؟ يبقى آر كابتن، وطالما هجين يبقى الاتنين الجينين مش شكل بعض، مش هيبقوا كابتن، هيبقى واحد كابتن والتاني سمول، طالما هجين يبقى آر كابتن آر سمول. فهمنا بنطلعهم إزاي؟ الأولاني قال لي قصير، فصفة الأسرة عندي هتبقى تي سمول والاتنين زي بعض، قصير الساق يبقى تي سمول تي سمول، طالما محددليش. طب التاني أحمر آر كابتن، بس الاتنين مش هيبقوا آر كابتن ليه مثلا؟ لأن هو قال لي هجين، طالما هجين يبقى واحد كابتن والتاني سمول. فهمنا دي؟ طيب تزاوج بنترجمها لحرف الإكس، هنا طويل طويل بس قال لي هجين، الطويل تي كابتل تمام، بس هجين يبقى الاتنين مش هيبقوا تي كابتل، يبقى واحد تي كابتل والتاني تي سمول طالما هجين. بعد كده ابيض الازهار، هو الاحمر كان ار كابتل، يبقى الابيض هيبقى ار سمول، وطالما ما حددليش يبقى ار سمول ار سمول. فهمنا كده؟ دي كده الاباء. طب يلا ندخل في تاني حاجة، الامشاج. يلا الامشاج دول كام جين؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة يبقى نصهم اتنين، يبقى هنخرج باتنين، يبقى اذا عندك يبقى تي سمول ار كابيتال اهو، ماشي تي سمول ار كابيتال اهو كده، دول اتنين اهو، بعد كده تي سمول ار سمول، بعد كده اتنين اهو، كل اتنين لوحدهم اهو. طيب بعد كده تي سمول ار كابيتال هي هتطلع هي هي نفس التكرار، تي سمول ار سمول هي هي لو انا جيت اعمله، فايه فخلاص احنا هنكتفي بالاتنين دول والتكرار ما نكرروش بقى عشان ما ياخدش مكان. بعد كده نيجي هنا برضو دول أربعة، هينعزل كل اتنين لوحده، يبقى تي كابيتال هيروح مع ار سمول، وبعدين تي كابيتال هيروح مع ار سمول، وبعدين تي سمول هتروح مع ار كابيتال، مع ار سمول آسف، وبعدين تي سمول هتروح مع ار سمول، تي سمول ار سمول، تمام كده. طيب يبقى هنا دي كده العوامل اللي قدامي هي اللي طلعت. طب بص هنا بقى معايا كده، هنا بص كده دول عددهم كام؟ اتنين، ودول عددهم كام؟ واحد اتنين تلاتة، واعتبر في واحدة متكررة في الآخر اهي، ما هي دي هي دي خلاص، يبقى احنا ايه أكننا مش ايه هنا برضو في متكرر اهو، ماشي هنا تي كابيتال ار سمول، تي كابيتال ار سمول، تي سمول ار سمول، تي سمول ار سمول. بص كده
دي متكررة مرتين، هناخد منهم واحدة احذف واحدة، ودي برضو تي كاب تي سمول ار سمول تي سمول ار سمول، هنحذف يبقى هنا اتنين قصاد اتنين، اتنين قصاد ايه اتنين، يبقى اعتبر معايا هما دول اللي طلعنا بيهم قصاد الاتنين دول، يبقى اتنين قصاد اتنين هنزود واحد وواحد، يبقى هنا تلاتة في تلاتة، يبقى اذا يبقى احنا هنا خدنا تي سمول ار كابيتال تي سمول ار سمول تي كابيتال ار سمول، وقلنا هنا ايه عشان التكرار احنا ايه هنحذف واحدة وخلاص عشان التكرار بس، وهنا تي سمول ار سمول هي نفسها تي سمول ار سمول، هناخد منهم واحدة نحذف واحدة، يبقى هنا اتنين قصاد اتنين. طب يلا بقى نحط دول في، نجيب بقى الاف واحد اللي هو الجيل الاول، هنجيب الجيل الاولاني اللي هي الفاميلي الاولى الاسرة الاولى اللي هي اف واحد، هما دول كام؟ اتنين، ودول كام؟ قلنا خلاص احنا حذفنا تاني يبقى هيتفضل اتنين برضه، يبقى نزود واحدة يبقى تلاتة وتلاتة، يبقى اذا هنعمل تلات صفوف. بص كده معايا، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، وطالما عملنا تلات صفوف نعمل تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة. بص معايا كده، هنسيب الخانة الأولانية، نسيب الخانة الأولانية فاضية اللي هي دي، وهنبدأ نرتب دول تي سمول ار كابيتال، وخلي بالك من كل حرف بتكتبه عشان الحرف بيفرق، تي سمول ار سمول تي سمول ار سمول، بعد كده تي كابيتال ار سمول يبقى تي كابيتال ار سمول، بعد كده تي سمول ار سمول تي سمول ار سمول. يلا نملاه، تي سمول مع تي كابيتال يبقى تي كابيتال تتقدم مع تي سمول، يبقى تي كابيتال تي سمول، بعد كده ار كابيتال ار سمول، بعد كده تي سمول تي كابيتال يبقى تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، بعد كده ار سمول ار سمول، بعد كده تي سمول تي سمول، بعد كده ار كابيتال ار سمول، بعد كده تي سمول تي سمول، بعد كده ار سمول ار سمول. تمام. طيب لما نيجي نفحصهم هنلاقي ان هنا كابيتال وهنا كابيتال، يبقى هنا طويل احمر، يبقى طويل احمر احمر هجين، طويل احمر بس هجين لان العوامل مش زي بعضها، هنا طويل ابيض طويل ابيض برضو هجين، هنا قصير احمر قصير احمر برضو هجين، قصير ابيض نقي، ماشي ده الوحيد اللي نقي فيهم اللي هو اخر واحد ده، قصير ابيض ايه نقي. طيب يبقى هنا احنا خدنا قانون مندل الثاني، وده بقى بيدرس ايه؟ زوجين من الصفات، زوجين ايه؟ من الصفات. ده بيدرس ايه؟ زوجين من الصفات. يبقى احنا خدنا قانون مندل الثاني وده بيدرس زوجين من الصفات، وده اسمه قانون التوزيع الحر للعوامل، بيقول لك ايه؟ اذا تزوج فردان نقيان مختلفين في زوجين، يبقى اللي بيفرق القانون التاني ان هو زوجين ماشي او اكثر من صفاتهما المتضادة، فان صفة كل زوج يعني الصفتين بتوع كل زوج بتورث مستقلة وبتظهر في الجيل التاني بنسبة 3 صفة سائدة الى 1 صفة متنحية. طيب بكده نكون خلصنا، حاولنا ان احنا نحل امثلة على كل قانون ونعرف الفرق ما بينهم ونميزهم. ارجو ان يكون الشرح واضح من فضلك، لو انت استفدت او لو انت استفدتي اضغطوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا لايك للفيديو. كان معكم مستر ابراهيم السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.